مزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف سيادة السفير جمال بيومي مساعد وزير الخارجية الأسبق. معالي السفير أهلا بحضرتك. يعني قمة التكات تحمل أكثر من محور، يعني خلينا في البداية نتحدث عن الرسالة التي سلمها معالي وزير الخارجية إلى رئيس الوزراء الياباني من الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي قد تحمل بالتأكيد العلاقات الثنائية ما بين مصر واليابان. إلى أي مدى يمكن أن تضع العلاقات الثنائية خلال لقاء وزير الخارجية مع رئيس الوزراء الياباني على العلاقات المصرية بين مصر واليابان، أو الأحداث الحاصلة في منطقة الشرق الأوسط سوف تطغى على القمة بشكل عام؟ العلاقة المصرية اليابانية قديمة منذ بدأت الدبلوماسية المصرية الحديثة، ومن المحطات القوية اللي فيها أن واحد من أشهر وزراء الخارجية المصريين دكتور محمود فوزي كان سفيرا لنا في اليابان، وكتب عنها كتاب عن دبلوماسية اليابان. المحطة الأخيرة لما زارها الرئيس عبد الفتاح السيسي مرتين في يمكن في 6-7 أسابيع، لأنه حضر قمة التكاد وراح باريس يحضر المؤتمر، ثم عاد إلى طوكيو ليحضر قمة السبعة للدول الأغنى السبعة، وبالتالي فالعلاقة قوية. أيضا لما زارنا رئيس الوزراء الياباني شينزو أبي، الحقيقة كان مجاملا إلى أقصى حد، وأشاد بالعلاقات المصرية اليابانية، بل عرض علينا في محاضرته صور لأول بعثة يابانية جاءت إلى مصر في عهد محمد علي باشا لكي تطلع على النهضة الصناعية في مصر، وأظهر زيارات لهذه البعثة في الأهرامات وأبو الهول. إذن هي علاقة طيبة، وكلا البلدين ينظر للآخر باعتزاز شديد، واليابان لها تاريخ طويل في مصر، والمساعدات المتبادلة وتبادل الرؤى والرأي مستمر على طول الوقت. حديثا نحن نذكر أن الأوبرا الجديدة هي هدية يابانية للشعب المصري، وده أيضا من الإضافات اللي اليابان بتقدمها. طيب. اليابان النهاردة دولة رائدة في التكنولوجيا وبرامج التكنولوجيا والإنتاج للسلع لها علاقة بالتكنولوجيا. طيب. وبالتالي هذا خط مهم جدا بالنسبة لنا، نريد أن ننتهي اللقاء الثنائي. معالي السفير، هل سيتحدد أو ينصب على العلاقات الثنائية بين مصر واليابان، أم أن الأحداث في منطقة الشرق الأوسط قد تطغى على هذا اللقاء؟ لا، لا تطغى، وإنما تكون يعني حدث مهم، وواحد من الملفات العديدة اللي بيطلع عليها ويتبادل الطرفين الرؤى حولها. بل هتتكلم عن الوضع العالمي والحرب الدائرة في أوكرانيا بالوكالة بين روسيا من ناحية وبين دول حلف الأطلنطي، وما يجري في هذه الحرب من تهديدات للأمن العالمي، واحتمال يعني تشعبها أو تصاعدها لتصبح تهديدا للأمن العالمي. أيضا لدينا مشاكلنا في منطقتنا، لابد أن الجانب الياباني يريد أن يطلع على رؤية ورؤى مصر بالنسبة لما يجري صحيح في سوريا. سوريا العزيزة محتلة بأربعة جيوش، فيها جيش أمريكي، فيها جيش روسي، فيها جيش فرنسي، والجولان محتلة. والأحداث اللي في غزة، ما يجري في غزة طبعا، لأن هي يعني الحدث اللي بيطغى على كل مناقشات أي مؤتمر دولي حتى في الأمم المتحدة. كيف نستطيع أن نخلص إخواننا الفلسطينيين عموما وغزة خصوصا من عملية القتل المتواصل بلا رحمة التي تقوم بها حكومة إسرائيل الحالية؟ تشاور ضروري يكون بيننا وبين اليابان في مثل هذه الأمور. ولدينا وزير خارجية ما شاء الله عليه يعرف كل دقائق السياسة الخارجية المصرية، وأنا متابعه منذ أن كان شابا ملحقا بوزارة الخارجية، وله باع طويل في السياسة الخارجية المصرية. يعني أنا أعمل منه الكثير إن شاء الله. إن شاء الله. سيادة السفير، بنتحدث عن التكاد، هي المبادرة التي أطلقتها اليابان عام 1993 وهي مستمرة حتى الآن. هذا الملتقى يحمل التنمية في إفريقيا، وضع خطط متوسطة المدى وبعيدة المدى للتعاون مع التنمية في إفريقيا.
كيف ترى أجندة اتكاد هذه المرة، وكيف استطاع اتكاد التعاون ما بين أفريقيا واليابان أن يخترق عدد من الملفات التنمية في القارة الإفريقية؟ نحن كمصر وكدولة إفريقية رائدة سعداء جدا بهذا التوجه، لأن هناك مبادرة للرئيس عبد الفتاح السيسي انطلقت من قمة شرم الشيخ تدعو الدول في العالم المتقدم أن تأتي وتستثمر في إفريقيا بالخبرة المصرية، لأن وزير الخارجية المصري أشار للوكالة المصرية للتنمية في الجنوب، ولأنها بحاجة إلى دعم رأس المال فيها، فنريد أن نستثمر برأس مال ياباني بخبرة مصرية على الأرض الإفريقية، وهو ما نسميه التعاون الثلاثي أو المثلثي. ومثل هذه الأمور يعني هي شأن جديد يمكن أن يفيد الأطراف كلها، ولا شك أن اليابان بتحركها هذا ودعواتها لقمة اتكاد اللي هي القمة اليابانية الإفريقية إنما تؤدي في النهاية إلى مزيد من الاقتراب الياباني من القارة، وطبعا مصر على مقدمة الدول في قارة إفريقيا، ومن هنا يأتي التعاون المصري الياباني ليغطي هذا الملف الهام أيضا في العلاقات بين البلدين. أشكرك جزيل الشكر معالي سفير جمال بيومي، مساعد وزير الخارجية الأسبق.